طبعا وفي اغلب الاحيان تكون شركه الوساطه العقاريه عباره عن مكتب فقط، بس مكتب عقاري باي مكان ضمن المنطقه اللي المراد استثمار موضوع العقار، ينتظر فيه الوسيط زبائنه الباحثين عن العقار والراغبين في بيع عقاراتهم او تاجيرهم، حيث يقوم فيها الوسيط بتعريفهم عن الانواع التي تناسب احتياجاتهم فيما يعتبر شركة التسويق العقاري مؤسسة تجمع بين العديد من الموظفين ومهتمين والبحث والاحترافيين بمهنة التسويق العقاري من بتعدد فروعه، من الإلكتروني للداخلي الخارجي أو وسائل الدعاية مختلفة لاستهداف أكبر عدد من المتعاملين. الوساطة العقارية بيتم استيفاء رسومة ضمن نسبة معينة أو متفق عليها بين البائع والشاري، محددة بين 1 أو 3% حسب العقار إن كان صندوق المدينة أو كان زراعي. أما بالنسبة لشركة التسويق أو مؤسسة التسويق العقاري أو التسويق العقاري بشكل عام، بيكون مأجور سلفاً أو مثل تعد مثل دعاية أو محضر تعريفي عن العقار المراد الإعلان عنه أو الإفصاح عنه أو إيصاله للشريحة اللي مستهدف منه. طبعا التسويق العقاري كثير مهم، هي نقطة كثير تبرز فيها أهمية التسويق في جذب رؤوس الأموال وتوفير السيولة المالية لإتمام المشاريع، منها البيع الخريطة اللي بيساعد على انتهاء العمل والمساعدة في دفع عملية المشروع من المطلق، من تم الحفاظ على وتيرة إنجاز العقارية ووصلتها دون توقف.